مسرح اليو أرينا في العالمين الجديدة بيستعد لاستقبال حفل غنائي ضخم بيجمع ما بين نجوم التسعينات تحت عنوان كاسات التسعينات، وده هيبقى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بيشهد الحفل مشاركة نخبة من ألمع نجوم الأغنية العربية اللي سطروا بأسمائهم حقبة ذهبية، خليني أقول، في تاريخ الموسيقى العربية في التسعينات. خليني أقول محدش فينا محبش الأغاني والتوليفة الحلوة قوي اللي كانت ما بين النجم هشام عباس والنجم حميد الشاعري، أغاني إيهاب توفيق، أغاني محمد فؤاد، خالد عجاج، كل دول عملوا لنا يعني حالة كده مختلفة في التسعينات. مزيد أكتر عن التفاصيل دي بينضم لينا دلوقتي أحد نجوم التسعينات وفي مصر والوطن العربي الفنان هشام عباس. إزيك يا نجم؟ مساء الفل عليك. مساء النور. أنا طفولتي كلها أغانيك، ومبدئيا كده قبل أي كلام أنا بقول على أجازة من دلوقتي عشان أحضر الحفلة دي. ازيك يا باشا، انت عامل ايه؟ ازيك، عامل ايه يعني؟ ان شاء الله تكونوا بخير كلكم. وبعدين انا ممكن اكون مطرب اشتهرت في التسعينات، بس انا يعني برضو يعني بعد التسعينات يعني انت نجم كل زمن. وفين كانت في الالفينات، وسيبها تحبك كانت في الالفينات، ويتربى في عزه كانت في الالفينات يعني. لا انت نجم كل زمن خليني اقول، لكن يعني البدايات كده للاغاني الجميله انتوا عملتوا توليفه. هي حقبه، هي الحقبه بتاعت التسعينات بالنسبه لي حقبه يعني كانت يعني زي ما تقولي ملقلقه يعني ذهبيه كده، تحس انها بالزبط. كان فيها اغاني كتير نجحت، وكان فيها يعني انطلاقات والتجارب كلها الحمد وفيديو لله كليبس ربنا مختلفة. كرمنا فيها، نجحت مع ملحنين كتير، ناس زي رياض الهمشاري، زي صلاح الشرنوبي، وليد سعد، محمد رحيم، يعني جون ماري رياشي، هانس بليني، يعني ناس كده عارفه كتير الحمد لله. بهاء حسني توزيعاته معايا كانت في التسعينات كانت كتير جدا، هو وحميد الشاعري وطارق مدكور، يعني كانت فتره بالنسبه لي مزحزحه يعني خليني اقول انت كنت دايما ليك بصمه مختلفه في اي فيديو كليب بتعمله، يعني من اول خليني اقول الاغاني مع حميد الشاعري في التسعينات لغايه بعد كده بقى فينه، وكنت بتسافر بلاده وتعمل لنا يعني الوان مختلفه على الشاشه ورقصات مختلفه، لسه لغايه النهارده كل ما بنحضر لك اي حفله الاغاني دي مكسره الدنيا. السر ده ايه؟ السر ده ايه؟ والله احنا ربنا كان كرمنا وحظنا كان حلو، وان احنا كنا فعلا تعبنا في الاغاني دي ونقيناها، وكان حظنا جميل انه الفتره دي كانت فتره صحوه للاغاني السريعه الشبابيه زي ما كانوا بيقولوا عليها، فتره ظهور الاغاني العربي شبه الاغاني الغربي شويه، فيها جيتار وبيس جيتار ودرمز، وفيها توزيعات وفيها حركات وافيهات، يعني دي الفتره اللي كان بغزاره بقى، يعني كل المطربين كانوا ساعتها كل واحد بلونه وبشكله كان بيطلع اغاني جديده. يعني حميد مثلا كان بيعمل اغاني للشام لفارس ولمحيي ولمصطفى والإيهاب توفيق والحكيم، وكل واحد لونه غالب، وكل واحد عامل أغاني تشبه له هو، يعني حاجة جميلة الحمد لله حقيقي. طيب احكي لي كده عن حفلتك في مهرجان العالمين الجايه، ايه الاغاني اللي انت بتحضرها والاغاني اللي بتطلب منك كل حفله؟ يعني في اكيد اغاني كده هشام عباس ما ينفعش ما يغنيهاش في اي حفله. والله الاغاني اللي انا يعني هي بتبقى اغاني اللي مطلوبه هي الاغاني التسعينات يعني، بس هيبقى زايد عليهم ناري نارين وفينو، علشان دول محسوبين على التسعينات مع ان هم يعني حقيقي 2000 و2001 حقيقي، بس محسوبين على التسعينات. طبعا في حبيتها، وفي شوفي، وفي يتربى في عزه. انت عارف يا نجم انه بسببك احنا كل الولاد عمال يحكي لي عنها، عمال يوصف لي فيها، بيبرروا اي حاجه بسبب الاغنيه دي، انت عارف كده ولا لا؟
والله يعني اقول لك حاجه، هو عمال يحكي لي انا دي طبعا الفضل فيها الاول لحسن ابو سعود الله يرحمه، الملحن الجميل من النقيب السابق، وهو اللي كلمني وقال انا عايزه تسمع الاغنيه دي وتقول لي بقى ايه رايك فيها وتعالى نسمعها. وبهاء الدين محمد بصراحه يعني كمان كلمني وكان يعني بالنسبه له يعني تجربه جديده بالنسبه لي انا معاهم، فيعني انا انبسطت جدا بالاغنيه دي بصراحه، يعني عمال يحكي لي عنها وعملنا لها فيديو حلو كلنا بنحبها لغايه النهارده. وسبحان الله انت عامل اغاني تايمليس، يعني اغانيك لغايه النهارده الناس بتسمعها كان وكواليتي بتاعت الاغنيه وحتى الفيديو كليب نفسه كانها لسه النهارده موجوده. هل في مفاجآت يعني في المهرجان هتقدمها لنا؟ لو ينفع تحرق لنا اي مفاجاه كده. لا مش هحرق لكم اي مفاجاه، اي حاجه صغيره صغيره. يا بنتي عارفه هقول لك حاجه، بصي يا بسنت، الموضوع ده المفاجآت يعني صعبة شوية. ليه؟ لأن كل واحد هم حوالي 5 مطربين أو 6 مطربين، فكل واحد بيبقى في الوقت بيبقى محدود. يعني هو الناس يعني هتقعد تستحمل ساعة، يعني مش ممكن كل واحد، لو كل واحد هيغني ساعة مثلا هيبقى الموضوع 6 ساعات. طب هو في حفلة 6 ساعات يعني؟ فيعني والله لا يعني تمام، ما عندناش مشكله نقعد 12 ساعه نسمعكم، ما عندناش مشكله. الله يخليك. والله يعني خلي المفاجآت ليومها. طيب خلاص مش مشكله، انا هطلب من حضرتك طلب يمكن اول مره اطلبه في البرنامج. انا عايزه بس كوبليه صغير قوي من اغنيه انت عايز تغنيها في المهرجان. ليه كده بس؟ حاجه بسيطه. ما ينفعش اغني يا بسنت، ما ينفعش اغني من غير يعني ينفع. انا هغني لكم في الحفله وانت خلاص بلاش تغني، قول لنا اغنيه واحده من الاغاني اللي هتتغنى في العالمين. اقول لك اغنيه، اقول لك مثلا هنغني مثلا اغنيه اغاني مفرحه طبعا، زي مثلا وانا اعمل ايه، الله، زي مثلا يا ليلى لا يحبين. الصوت قطع هنا. الو، فقدنا الاتصال للاسف، يعني واحنا بنسمع احلى كوبليه يعني للاسف الاتصال قطع. نشكرك نجم هشام عباس، يعني يا ريت يا جماعه تجيبوه تاني بعد اذنكم. مين فينا ما بيحبش اغاني، خليني اقول مش هقول بقى التسعينات يعني، بس الحقبه الزمنيه الحلوه قوي دي، يا ليلى، فينو، ليلي نهاري، غزالي، يا على الاغاني الحلوه قوي دي. نفسي اعرف يعني لو عرفنا تاني الفنان طبعا هشام عباس يرجع معايا، نفسي اعرف لو هيعملوا اغنيه من الاغاني اللي كان بيغنيها هو والنجم حميد الشاعري. مساء الفل عليك تاني يا فنان. انا غنيت. انا بقول لهم يعني انتوا الصوت قطع دلوقتي، يعني عايزه والله شفتي مش راضي انت على الاغنيه صح؟ وانا احبك خبيني جوا قلبك، ليل الشتا طويل، ليل الشتا طويل، ليل الشتا طويل، ليل الشتا طويل. وليلى شيك، والاغنيه دي بالنسبه لي اغنيه برضو كانت عامله جو جامد قوي في التسعينات، يعني في اول التسعينات 97 98. جميله فعلا. هي وعيني هتعملوا دويتو مع بعض انت وحميده الشاعري؟ ممكن نلاقي ده؟ برضو دي مفاجأة. مفاجأة صح؟ أنا حرقتها أهو وبديكوا أفكار حلوة. أنت دايما متألق، وأنا بحضر لك حفلات كتيرة قوي، فعارفة الإنرجي الحلوة قوي اللي أنت بتديها على الستيج عاملة إزاي؟ عارفة قد إيه أنت لسه روحك شباب قوي قوي، ورقصات الجميلة اللي أنت بتخلي كل الجمهور يشاركك بيها في أي حفلة ليك بتبقى قد إيه حلوة. فاحنا متحمسين قوي قوي للحفله دي، وانا تاني بطلب اجازه عشان احضر الحفله دي. اشكرك، يا ريت تيجي بقى تحضر الحفله بجد. اكيد اشكرك طبعا الفنان هشام، وانا بحيي الجمهور وبحيي كل الناس اللي هيجوا الحفله واللي مش هيجوا الحفله، واتمنى ان هم ينبسطوا
ويبقى عندهم صيف جميل ان شاء الله السنه دي كده، ربنا يسهل. طب رحت العلمين ولا لسه؟ لا انا عندي شغل لسه ما رحتش، عندي شغل في القاهره يعني في اماكن ثانيه، بس انا هروح العلمين طبعا. هيبقى لينا يعني اكيد مكالمه ثانيه نعرف فيها رايك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك الفنان هشام عباس، نشكرك. يعني هتبقى حفلة مفيش ولا أروع، يعني أجمل الفنانين لغاية النهاردة طبعا أكيد، لكن خليني أقول أنه الأغاني بتاعتهم دي شكلت التسعينيات والألفينيات بدايتها يعني، ولغاية النهاردة هم بيقدموا لينا أجمل كلمات وألحان، وخليني أقول هم يعني رصفوا كده الطريق لجيل جديد قدر إن هو النهاردة بيقدم لنا أغاني تليق بالذوق المصري. وخليني أقول إن هم لأ يعني فيديو كليبس بتاعت هشام عباس زمان وحميد الشاعري خلينا نقول غيرت يعني مفهوم الفيديو كليبس عامة، وابتدى بقى نشوف الفنانين يسافروا بره ويستعينوا بمخرجين عالميين عشان يقدموا أكيد أحلى صورة لينا. متحمسة جدا للحفلة دي، أحلى أغاني وأحلى زمن وذكريات حلوة قوي قوي هنعيشها تاني، وهيعيشها لنا مرة تانية مهرجان العالمين اللي في الحقيقة طول الوقت بيفاجئنا وطول الوقت بيقدم لنا فعاليات مختلفة ووجبات كده فنية فعلا فعلا تفتح النفس. فأنا مبسوطة قوي بالحفلة دي، وإن شاء الله أكيد هننقل فعالياتها أول بأول هنا